صفة الاغتسال كيف نغتسل؟ الاغتسال على صفتين. صفة كاملة مستحبة. اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء اغسل عورتين القبل والدبر. ينوي بقلبه. يسمي يقول بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله فقط. نعم. ثم يغسل كفين. يتمضمض يستنشق يستنثر. يغسل الوجه. ثم يغسل اليد اليمنى. ثم يغسل اليد اليسرى. ثم يغسل الرأس يروي بالماء مع الأذنين. ثم يغسل الشق الأيمن كاملا. ثم يغسل الشق الأيسر كامل. ثم يغسل الرجل اليمنى ثم يغسل الرجل اليسرى. هذا أفضل اغتسال. الثاني اغتسال سهل. ينوي بقلبه. يسمي يقول بسم الله. يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار. إذا صنع هذا الاغتسال السهل يستطيع يخرج بهذا ويصلي لا يحتاج يتوضأ.